السلام عليكم طلاب أكاديمية ومدارس رؤى الفاروق، أهلا بكم في حصة جديدة من حصص اللغة العربية. نحن يا سادس في الوحدة 13 بعنوان الطاقة المتجددة، وقاعدة الكتابة في هذه الوحدة هي كتابة كلمة 100. سنتعرف إلى الكتابة السليمة الصحيحة إملائيا لكتابة كلمة 100، وكيف تكتب إذا اتصل بها عدد من الأعداد. تأمل معي الأمثلة الآتية. قرأ زيد 100 كتاب وقصة. حضر المسرحية 400 شخص. أصبح 100 منزل موصولين بالطاقة الكهربائية. شارك في المسابقة أكثر من 700 مشترك. إذن ننتبه إلى المثال الأول. قرأ زيد 100 كتاب وقصة. ماذا تلاحظ على كتابة 100 يا حمزة؟ أحسنت، 100 يوجد بها همزة متوسطة، وحسب قاعدة الهمزة المتوسطة كيف نكتبها يا ندى؟ أحسنتي، نقول بأن هذه الهمزة مفتوحة والحركة التي قبلها كسرة. أيهما أقوى، الكسرة أم الفتحة؟ رائعة، الكسرة، فتكتب الهمزة على نبرة. إذن الكتابة السليمة لكلمة 100 هي الهمزة تكتب على نبرة لأنها مفتوحة، ما قبلها مكسور والكسر أقوى فتكتب على نبرة. هل تلاحظين يا ندى وجود ألف بعد الميم؟ أي أننا كتبناها بهذا الشكل. أحسنتي، لا يوجد ألف بعد الميم وقبل الهمزة، فكتابتها مع الألف بهذا الشكل كتابة خاطئة. فالكتابة السليمة لكلمة 100 هي الكتابة السليمة للهمزة المتوسطة وهي على نبرة. لاحظوا المثال الثاني. حضر المسرحية 400 شخص. ماذا تلاحظون على لفظ 100؟ رائعين، أولا أننا كتبناها على قاعدة الهمزة المتوسطة، فالهمزة مفتوحة، ما قبلها مكسور والكسرة أقوى من الفتحة فتكتب على نبرة، ولم نكتبها بهذا الشكل فكتابتها بالألف كتابة خاطئة. ماذا اتصل بكلمة 100؟ تفضل يا أحمد. أحسنت، اتصل بها عدد من الأعداد من 3 إلى 9. كيف نكتبها إذا اتصل بها عدد من الأعداد من 3 إلى 9؟ أحسن، تكتب متصلة بها، أي أنني أصلها لفظا وكتابة، فأقول حضر المسرحية 400 شخص، أي أنني في اللفظ لفظتهما معا وفي الكتابة كتبتا معا. فإذا عند اتصال أحد الأعداد ب100 تكتب متصلة بها. لاحظ هذا المثال. أصبح 100 منزل موصولين بالطاقة الكهربائية. ماذا تلاحظون على كتابة 100؟ تفضل يا أشرف. أحسنت، أننا كتبنا الهمزة حسب قاعدة الهمزة المتوسطة، فالهمزة مفتوحة، ما قبلها مكسور والكسرة أقوى فتكتب على نبرة. أما كتابتها بهذا الشكل مع الألف فهي كتابة خاطئة. ماذا تلاحظ على الاسم الذي يلي لفظ 100؟ رائع، أنه اسم مجرور ويوضح ما هي 100 التي أتحدث عنها. ففائدة لكم يا سادس أن الاسم الذي يلي 100 يعرب مضافا إليه مجرور، فمنزل مضاف إليه مجرور وعلامة جره تنوين الكسر. وماذا تلاحظ على 100؟ رائعين، أنها مرة تأتي منصوبة، مرة تأتي مجرورة، مرة تأتي مرفوعة، فهي تعرب حسب موقعها في الجملة. لاحظوا المثال الأخير. شارك في المسابقة أكثر من 700 مشترك. ماذا تلاحظون على لفظ 100؟ تفضل يا أيمن. أحسنت، كتبناها حسب قاعدة الهمزة المتوسطة، فالهمزة مفتوحة، ما قبلها مكسور والكسرة أقوى فتكتب على نبرة. ولاحظوا أننا لم نكتب ألفا بعد الميم فكتابتها بهذا الشكل، أي بالألف، كتابة خاطئة. ماذا تلاحظ أيضا يا أيمن؟ أحسنت، اتصالها
نلاحظ اتصالها بأحد الأعداد وهو ممتاز 7. فإذا اتصل بها أحد الأعداد تكتب متصلة بها، أي تصبح كلمة واحدة، مثل 400 و700. أحسنتم. إذن نستنتج من الأمثلة السابقة ما يأتي: تكتب كلمة 100 دون ألف، فكتابتها مع الألف كتابة خاطئة. إذا أضيف عدد من 3 إلى 9 إلى كلمة 100 تكتب متصلة بها. معلومة لك: تعرب كلمة 100 حسب موقعها في الجملة. وكذلك معلومة كما شرحناها: الاسم الذي يلي كلمة 100 يعرب مضافا إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. فهاتان المعلومتان فائدة لك. أما قاعدة الكتابة هي كتابة كلمة 100 بطريقة سليمة وهي دون الألف، وإذا اتصل بها أو أضيف إليها عدد من 3 إلى 9 تكتب متصلة بها. ننتقل إلى التدريبات. السؤال الأول: املأ الفراغ فيما يأتي بالرقم 100 كتابة. يجب أن ننتبه إلى كتابة 100 بطريقة صحيحة. ألف يا أحمد: ممتاز، في الحقل 100 شجرة. با يا سلمى: رائعة، تضمنت الصحيفة 100 إعلان. جيم: تفضل يا محمد، أحسنت، قبض التاجر 100 دينار ثمن بضاعته. السؤال الثاني: ضع كلمة 100 في 3 جمل من تعبيرك واكتبها في دفترك. ابدأ يا ربا: ممتازة، أحضر أبي 100 نسخة من الكتاب. أكمل يا هبة: رائعة، في الملعب 500 لاعب. أكمل يا ندى: أحسنتي، أصبح عدد المعتمرين 100. السؤال الثالث: حول الأرقام الآتية إلى حروف. ألف: وجدت في ديوان الشاعر 100 قصيدة، كيف تكتب يا أحمد؟ أحسنت، وجدت في ديوان الشاعر 100 قصيدة دون ألف والهمزة على نبرة. با: استثمر والدي في المشروع. رائع يا محمد، استثمر والدي في المشروع 900 دينار، تكتب متصلة بالرقم أو العدد الذي اتصل بها. جيم: عرضت في المعارض أكثر من، رائعة يا هبة، أكثر من 400 لوحة فنية عن آثار الأردن. العدد اتصل بمئة، ومئة كتبنا الهمزة على نبرة دون ألف. وهكذا نكون قد وصلنا لنهاية الحصة. لا تنسى نقل الإجابات على دفترك بخط مرتب، ونلتقي في حصة قادمة.